وإلى مزدلفة حيث التي يبيت فيها حجاج بيت الله الحرام هذه الليلة، حيث يلتحق بنا الآن مراسل الإخبارية زميل خالد الربعي. أهلا بك خالد معنا ومساء الخير. كيف هي مشاعر الحجاج التي رصدتها لنا بعد وصولهم إلى مشعر مزدلفة وأيضا بعد وقوفهم على جبل الرحمة في عرفات؟ نعم محمد، يعني الآن يعني نتواجد في أمام المسجد المشعري الحرام في المشعر الحرام مشعري مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام. ومع هذه زخات المطر المتوسطة التي تهطل الآن والدعوات والأماني لحجاج بيت الله الحرام، يعني نسأل الله تعالى لهم القبول. يعني الحقيقة لا أريد أن أطيل، معي في هذه اللحظات معالي نائب وزير الحج دكتور عبد الفتاح مشاط، يعطيكم العافية. يعني جهود جبارة تقوم بها كافة الجهات الحكومية ووزارة الحج أحد هذه الجهات التي الحقيقة عملها مشرف وجبار. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من على ضيوف الرحمن انتقالهم والنفرة من عرفات إلى مزدلفة في هذه الأجواء الجميلة على زخات المطر. حقيقة جو جدا جميل، يعني حتى بعض الحجاج يعني قد نكون فضلوا أنهم يجلسوا في تحت زخات المطر البسيطة، لكن احنا طلبنا منهم الآن انتقالهم إلى الحافلات حتى لا يتأثروا في إذا اشتدت المطر، لكن احنا بنقول ما زالت الأمطار جيدة. لكن الشعور العام حقيقة شعور جدا جميل، جهزنا لهم جميع ما يحتاجونه في من التزامات أو مستلزمات شخصية موجودة للحاج من شمسية، حتى بما في ذلك اللي هي رمي الجمرات تم تعقيمها في أكياس معقمة وسيتم تسليمها للحاج اليوم إن شاء الله بإذن الله في مزدلفة. يعني أكيد هناك خطط أيضا لظروف المناخية لا قدر الله لو حدثت، هل أنتم مستعدين لأي ظرف لا قدر الله؟ طبعا أكيد نحن نتابع بحرص وعناية جميع الأخبار الجوية والتقلبات الجوية. ما زال الوضع حقيقة الأخبار أنه ما زالت إنها أمطار جدا خفيفة أقل من المتوسط، مجرد زخات مطر بسيطة لا يعني حقيقة لا تؤثر على صحة الحاج، لكن نحن حريصين على سلامة الحاج وأمانه. طالما موجود في عندنا خطط بديلة ممكن ينتقل فيها إلى الحافلة، والحافلة كما يعلم الجميع أن هي ليست مكتملة بالكامل ولكن سعتها تقريبا 50 لا تزيد عن 50% من الركاب، فيكون حتى جلوسهم في الحافلة تكون جلوس مريح. أنا أتوقع خلال ساعة ساعتين حيخرجوا ثاني مرة ويكونوا في أماكنهم في مزدلفة. نعم عليك، يعني خطة يعني خروج الحجاج إن شاء الله فجر غد إن شاء الله يوم العيد لرمي الجمرة العقبة، أبرز الخطط كيف استعديتم لهذا اليوم؟ طبعا سيبيت إن شاء الله بإذن الله ضيف الرحمن في اليوم الليلة في مزدلفة حتى الفجر، حيصلي الفجر إن شاء الله اليوم، يعني صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا في المسجد. بعد صلاة الفجر ليوم العاشر سينتقل مباشرة إلى منشأة الجمرات في جمرة العقبة، سيرموا يعني هذا، وبعدين ينتقل مباشرة للحرم. نحن نتحدث تقريبا على حدود الساعة 55 دقيقة سينتقل الحجاج من هنا من مزدلفة من موقع في مزدلفة إلى منشأة الجمرات. سيكون وقوفهم بالقرب من الدور الأولاني والدور الأرضي المتواجد في منشأة الجمرات، سيرمون مباشرة أمام الشاخص. بعد ذلك سيتم انتقالهم إلى الحرم. يعني تقريبا نحن نستطيع أن نقول في حدود تقريبا الساعة الثامنة والنصف يكون قد اكتملوا طواف الإفاضة والعودة مباشرة إلى موقع سكنهم في منى. شكرا لجهودكم، شكرا لكم أنتم معالي نائب الوزير. شكرا لكم، شكرا أنتم لكم الإعلام حقيقة من نقلت الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية وبهذا التنظيم حقيقة المثير للإعجاب. شكرا لك طال عمرك. نعم محمد، تحدث معالي نائب الوزير قبل قليل بتوزيع يعني توزيع المعقمات وتوزيع العبوات الماء وايضا توزيع الجمار لرمي الجمرات يوم غد ان شاء الله. طبعا تم تعقيم، طبعا هي بالشكل هذا يا محمد لو تلاحظها قدامي الحين، طبعا على شكل يعني مكيسه ومعقمه وبشكل جميل وسلس بحيث لا يكون للحاج يعني لا يخرج الحاج ويبحث عن الحصوات، وهذا
بلا شك أنه أحد الإجراءات الاحترازية التي دائما ما تتخذها وزارة الحج في هذا الموسم للمحافظة على سلامة الحجاج. جميل، شكرا جزيلا لك خالد الربعي وأيضا ضيفك الكريم من مشعر مزدلفة.